حبيبتي اليوم جاي على بكير لا تقليلي. ايه جاي على بكير لانه كان عندي جوله قريبه. وين اخذت الجروب هالمره؟ اخذت الجروب على بحر قبطينه. جبتي لي معك كم كيلو سمك؟ البحر ما عاد فيها سمك. وين راحوا طاروا؟ السمك بسبح سباحه ما بيطير طيران. هو صحيح ما بيطير طيران بس المعمل تبع السمك قتله بنفاياتي. لا لا زعلتيني، بيقولوا سمك البحر كتير طيب ولذيذ. ليش ضايقتي؟ لا سمع انا بسمع بس. ايوه ماشي محمود انا بستأذن بدي فوت غدي الاولاد بيكونوا هلا جاعوا. معناته معك في صوم فطرتوا؟ ها هي بعت لي حمى نسيت قصه الصوم. هنا 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 ايه عملت لك طنجره شوربه عدس بتاكلي اصابيعك وراها حسب تحسابكم. انا رح اسكب لكم كم صحن يلا. لا تعالي اولادي ما بيحبوا الشوربه عن اذنك محمود. لازم يحبوها. مالي فاضيتي لك الطبخة على النار لا اطلع اطفي تحتها وبنزل بعمل لك منفض مرتب. جبت لك شوية شوربة رح تاكلي اصابيعك وراها. اي يسلم ام محمود ليش معصبي حالك؟ لا عذاب ولا بطيخ مبسر روحي بيت اقل منك. هي انا تعي عم بمزح معك حبيبتي. فوتي هادي عنك ام محمود انا بحطهم بالمطبخ. لا تبريني ما انا بحطهم الا اذا بتعتبريني غريبة. لا شو غريبة انت من اهل البيت. اما شو طلعت شوربة؟ حطيتها انا بالبريستو خليت العدس تنهنهنهنا. يسلموا هالايدين على ذكر ايديكي كيفن اصابع ايديكي؟ مناح طابوا الحمد لله. ايه الحمد لله. تيعدي هنا ليش واقفه؟ تعالي حبيبتي تعالي. عدي اتحدث انا وياكي. ما قلتي لي شو بدكم تعملوا بالمصاري؟ انا مصاري؟ لك احكي هنا احكي لا تخافي سر كبير غميق اكيد يمكن بدكم تشتروا سياره. ما لا تستعجلوا. سمعت لك سمعة أنا عم يقولوا بدهم يسمحوا بتبديل السيارات العتيقة وإذا سمحوا رح تدخل سيارات جديدة على البلد ساعتها بيرخصوا. أنتوا طولوا بالكم أصحكم تتورطوا أو تشتروا سيارة عتيقة بتعدوا أنتوا وياه بصائج الجن. وهاتي بقى على فت عملة ورش إمبوز شي عطل الدبرياج شي فلت الكيلومتراج شي مبخش الشطمان شي فرطة التكايات يعني شغلة معدة معدة كتير. شو بدكم يا الصرعة انتو؟ انتظروا الجديد احسن خدوها وقالة. اذا بدك رأيي بلا ما تشتروا سيارة بنوب حرام تحطوا حقها. عندكم سيارة حكومية بنزينات ببلاش وتصليحات ببلاش فلشوا لحتى تكبوا مصرياتكم بلاكم السيارة. انا بلا اطمني ام محمود ما رح نشتري سيارة. ايه احسن يعني بدكم تبيعوا هذا البيت وتشتروا فيلا وعيكها صدقيني حرام حقها. انا ليش بقى سكنة بالفيلا حلوة؟ ما حلوة ولا شيء من برا رخام ومن جوا سخام. وقال شو غرف القعدة تحت وغرف النوم فوق. الواحد بعد مو آكل ومتقل وماله قدران يتحرك بده يطلع كم درجة ليندحش بفرشته. يومين ثلاثة بتتصمطوا بهالشقة من الصفرة للفرشة سقط لقط. ايه كلامك مقنع بطلنا نشتري فيلا. هنا اوعكم تشتروا شاليه على البحر اصحكم. هنا ليش بقى؟ ها انا رح اقول لك ليش يا ستي. اول شيء غالي عند ابني بخورفك كان ارخص. ثاني شيء انت وجوزك ما لكم فاضيين تطلعوا تصيفوا فيه كل الصيفيه عندكم شغل انتو. واذا طلعتوا جمعه جمعتين بتطلعوا خسرانين. استاجروا شاليه ارخص. ثالث شيء اذا فكرتوا تاجروها بيخربوا لكم اياها بتحطوا عليها تصليح اكثر من اجاره. رابع شيء بدك تتزاعلي انت وكل قرايبينك وقرايبين جوزك وجيرانك واصدقائك وبكره الغانم شو بيقول لك؟ بدي طالع عيلتي تصيف. ان اعطيتي المفتاح يا ويلك بيخربوا لك الشاليه وان ما اعطيتي المفتاح برضه يا ويلك بيحكوا عليكي. وخامس شيء خامس شي البحر كله مو لازم خطر كتير. لا سمح الله شي ولد من ولادك الزراف يزمط من بين ايديك ويغافلك وشكرا واسع البحر ويغرق يا حصرتي شو بتساوي بحالك؟ او لا سمح الله يتعب عب في فانوس البحر شو بتساوي؟ او ها مثلا تجي لها سمكة القرش وتقرش القرش شو بتعملي بحالك؟ والله بتغوطني اختي ما عم نفكر نشتري شاليه. معناتها عم تفكروا تعملوا شي مشروع. تا
ترى ليكي هاي فكرة كتير منيحة، جوزك مهندس وبيفهم بالمشاريع، خليه يستقيل يا ستي من الوظيفة اللي ما بتشبع خبز ويبلش بقى بالتعهدات، هيك الثلاث ملايين بظرف سنة بصيروا 10. إيه بس جميل ما بيقدر يستقيل من الوظيفة. ليش بقى؟ دخلك شو جاي هو من الوظيفة؟ جوزك لا بيرتشي ولا بيقبض براني ولا بينضرب على قلبه. إذا استقال بده يشتري سيارة على حسابه، وبهالطريقة كل تكاليف البنزين وتصليحاتها على حسابه، وإذا اشترى سيارة ما رح يفضل معه مصاري عشان المشاريع تبعه. بلا ما يستقيل يستنى على حاله سنة سنتين لبين ما يرسمين. منيحك كمان ما بيقدر. ليش بقى؟ ما بيصير يضل موظف يشتغل بالتعهدات. بسيطة، بياخد تعهدات على اسم واحد تاني، هيك كلهم عم يعملوا. أنا فرجيكي عم تضحك علي مالك؟ وعم تاخذي المصاري كلها لك، وانا اللي كل يوم اخذت لك صينية ورهدت لك صحن. قال شو؟ لانه اقنعتيه الاستاذ جميل ياخذ بس 100 ليرة على الساعة. بسيطة. افتحي يا محمود. امي امي شوفي الحي انت دوغي ابنك تصوف المخدات. صوف المخدات؟ ما شاء الله ما شاء الله حولك يا ام محمود، شو معلوماتك دقيقة. بتعرفي هنا انا مو وحدانية، بدي اخلقي لحالي من أيوة. بيت بقى طول النهار برات بيتي من أيوة. بيت شقاع لبيت رقاع لبيت كتر الله افراحكم، يعني بسمع لي كلمة من هون حديث من هون، بتثقف يعني انا. بس لسه جميل لسه ما حسم اموره بالنسبة للمصاري، يعني لسه ما قرر شو بدي يساوي فيه. كلها يحسمها مين لاحقه بعصاية على مهله، هيك احسن. صحيح ام محمود؟ نعم. شلونه قلبه؟ قال لي جميل انه نشفان عروقه. شفتي شفتي يا هنا على هالمصيبه اللي اجتني على كبا، على عمليتي بتكلف مئات الالوف وما معي منهم ولا الف. انا ولا يهمك ام محمود، جميل دبر الموضوع. شلون شو سوا؟ شو بده يساوي يعني؟ بده يعطيني مصاري؟ لا شو بده يساوي؟ سوا وخلص. يا ستي في دكتور كان رفيقه لجميل بالجامعة جاي من برا من أمريكا على البلد، حكى له عنك وعن حالتك وعطاه موعد مشان يعملوا لك العملية اليوم. عمليتك اليوم يا أم محمود. اليوم؟ ولي ليش اليوم ما بدها تحضير العملية أنا؟ لا ليش تتأجل يا حبيبتي يا سعدية، الدكتور قال حالتك كتير خطرة ولازم يعجلوا بالعملية، وكل ما عجلوا كل ما كان أحسن. بس أنا سعدية المسعود شبك يا حبيبتي، ليش خايفة؟ شغلة بسيطة كلها فتحت صدر ومنصت قلب. شو بكي شو بكي واقفي ليش خايفة؟ بسيطة بسيطة، هني رح يخدروكي، بعد ما بيخدروكي بحطوكي على السحلية، قصدي على النقالة، بعد ما بيحطوكي على النقالة بياخدوكي على المشفى. هلا ليلو يا جميل ما بدي اعمل العملية، بطلت انا لانه هون مو مضمون العمليات، بعدين انا حرام دفعه لجوزك 300,000 ليرة حرام، يعطيني نصهم كاش بايدي. لا ما بيصير، انت لازم تعملي العمليه مشان عروقك النشفانه. بكتر شرب مي بينبلوا. ما بيمشي الحال، انت لازم تعملي العمليه وبعدين تضرب المصاري قدام صحتك. شوفي محمود هلا انت بتروحي على بيتك بتتحممي وبتنداري على القبله بتتشهدي لبين ما تكون اجت السحليه. ما عاد بدي اعمل العمليه، ما عاد بدي، قولي لجميل ما عاد بدي. انا لا تتغدوا راجعه. هات لحم مجوز. لا ابو طارق بعدي. ابو طارق شلون لقيت هالشوربه اللي من تحت دياتي؟ مو بتشهي طيبه بس ناقصها شوربه. حلوه والله حلوه حلوه. ليه ما حطيتي لها ملح؟ معي ضغط. واللحمه؟ معي اسود اوريك. والسمنه؟ معي ارتفاع بالشرايين. وعم تساليني شو رايي بالشوربه؟ صحيح جميل نسيت قلك قال بلا ام محمود طلع سليم. ايه شلون عرفتوه؟ يا سيدي من لا انت الدكتور اللي فحص هديك المره وقال لها عروقك نشفانه ولازم لها تغيير، تلفل لها مره ثانيه وقال الحاله اللي شخصتها مو حالتك، يعني هي طلعت سليمه. ايه مبروك. مبارك فيك. انا كنت يساعدك مشان العمليه، كان بده يسوي لك اياها اليوم. كتر خيرك، حكت لي هنا الله يعطيك ويزيدك من نعيم وكمان وكمان، على كلين انا ما رح اروح لك ثواب مساعده المحتاجين، انا قاصدتك بخدمه ثانيه. شو هي؟ من حوالي كذا سنه ابني قبل ما يسافر على خور فكان سجل بجمعيه سكنيه على بيت مشان بس يرجع يتجوز في عقبال عند اولادك يا ابو طارق، وهلا طالبين مننا دفعه يا مندفعه بخصصوا لنا شقه يا اما بيفصلونا. وانت طبعا ما بيهون عليك ابني يرجع من الغربه يلاقي شقته طارت مشان مبلغ بسيط. وقديش المبلغ البسيط تقريبا يعني؟
200 ألف ليرة بس. بس؟ قليل ما؟ طبعا طبعا بالنسبة إلك ما شاء الله وكان، يعني الله يزيدك من نعيمه مبلغ تافه. أما بالنسبة إلي الله يتحنن علي، هذا مبلغ كبير كتير ما لي قدرته أنا. تلفني لكان لابني، يا يشتري خيمة بس يرجع يسكن فيها، يا أما يأمل مصاري من خلف كان. تلفنت له أنا، قال لي ما معي هلأ سيولة، داخل بمشروع كبير وحاطت كل مصاريفي. بقى قال لي دبري حالك ماما، ديني 200 ألف ليرة من حي الله حدا، وأنا بعد شهر تقبريني أو شهرين بالكتير ببعت لك ياهو. صح؟ صح أنا؟ هيك قلت لك أنا. إذا هيك ديني ماما، يعني رح تعطيني المصاري؟ دينها، لا تفكر بدي أخذهم صلبطة. وعيد فكري أنا أنه صلبطة، لا، بس يبعث لي ابني المصاري من خور فكان برجع لك ياهون، وفوقن حبة مسك بالدرهم بدفع لك ياهون. وأنا منين بدي أمل لك 200 ألف ليرة؟ روف تاح الباب أرجيلي، تعال نقول. إيش شو شايفتيني قاعد على بنك أنا؟ أهلين دينا. أهلين تقبرني، أهلين أهلين أهلين. كيفو طارق؟ منيح الله يرضى عليك، شلونك تقبرني اشتقت لك. يا اهلين طلعت عمي، يا اهلا وسهلا. اهلين يا مو. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. اهلين يا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ايش هالزياره الحلوه هاي؟ يخلي ايامك الهي، اي جوزك صار له كم يوم ما طلع علينا ولا خبر، قلت لحال اجي اطمن عليك. يا اهلا وسهلا يا علي. يا مو علي انا الحمد لله مبسوط، انت طمنيني شلونك؟ منيحه تقبرني، عم ننتظر منك الاخبار اللي بتفرح لنفرح لك. يا مو انا على حطه ايدك، لا عندي اخبار بتفرح ولا عندي اخبار بتزعل. هنا حطي لي لأمي شوية فواكه بصحن رح يخلصوا. أبي واختي شلونهم؟ بيسلموا عليك ومنتظرين منك أخبارك اللي بتفرح. تفضلي مرت عمي. صحتين أم محمود. أريضة بدها تسكتني بشوية فواكه، ما بدها ياي يبشرني، خايفة لأطلب منه شي طلب يقوم ينقصوا المصاري. يا لطيف. شبك تيتي في شي؟ لا ما في شي تيتي، ما في شي. شو أم محمود شايفتك هون؟ شو جاي تاكلي من الحلوان؟ بستأجد أنا بدي روح هنا. لا لا وين راح أخليكي هون أم محمود، لحقاني عنه. بدي لحق القيلولة جيتي. إنالك لحقاني عنه. يا مو شو قصة الحلوان اللي عم تحكي لها أم محمود؟ الحلوان عندك يا روح أمك. عندي أنا؟ ده كان عندي أنا. هو أنا مستعد جيب لك شو ما بدك، بس يعني هذا الحلوان شو مناسبته؟ أنا بدي روح نام أنا. عادي عادي أم محمود، عادي لك دقيقتين. عادي جارتنا لحاني عنه، عادي. على كل يا جميل نحن ما بدنا منك شي ولنا بعاستك، بس عيب عليك تخبي علينا هيك خبر. نحن أول الناس اللي لازم ندرى، نحن منحبك وما منحسدك. عن شو عم تحكي يا مو؟ إذا خايف أم محمود لا تدرى لا تخاف، فهي بتعرف هي اللي خبرتني. عن إذنكم رايحة نام أنا، صار وقت القيلولة جيتي. تعالي أم محمود تعالي تعالي، عادي بدي فهم شو الموضوع. قومي. ما عاد بدي أكل هنا، خذي. أم محمود شو مخبرتيها لأمي؟ أنا ما خبرتها، فتحت لها تليفون بارك لها وتواصلت عندها مشان يحل قلبك علي ابن عمي أبو طارق، لقيتها ما لها خبر. بس اطمن جارنا، وحياتك وحياة معزتك وغلاوتك وغلاوة أنا ومعزتها ما قلت لحدا غير لأمك. أولتها وآخرتها بدها تضرب الخبر جارنا أبو طارق. خبر شو؟ خبر الجائزة الكبرى اللي ربحتها. قومي فيه، قومي فين محمود؟ لوين أبو طارق؟ قومي بكسر إجليك. أنا شوفك أنا هذا البيت أنا ما الله لا يهنيك بعيشتك، ما بدي أشوف خلتك النوم لك. يلا روحي. طول بالك جميل، شغلي بالها محرزة، ما بتخليها تفوت لهم، تكسيرها رجلها وما تفوتيها على البيت. ها حبيبي أنت ما تعصب ما تعصب، شغلي فاضية شغلي فاضية. لك فهموني شو القصة. أنا رح أحكي لك مرت عمي. يا ست القصة ما فيها إنه جميل. بسيطة يا جميل، عم تقلعني لك إلي عم تقلعني. أنا بفرجيك إذا ما نشرت خبرك بين كل الجيران ما بكون أنا أم محمود. بكرة بتشوف شلون رح يوقفوا لك الطلابين من أول الدرج لآخرته. وليش لبكرة؟ رح بلش من هلأ. بمين بدي أبدأ؟ بمين؟
رح ابدا بام تحسين، هي شلشي بكتار. وهي هي كلنا سمرت عمي، يعني هلا ما معكم ولا مليون ولا حتى ألف ليرة يا مو. لكن شو خلى ام محمود تفكر انكم ربحانين جائزة الكبرى؟ بقصد شي اللي خلاكم تضحكوا وتزلطوا وتهتفوا توصلوا صواتكم لعندها؟ بدك الحقيقة امرت عمي؟ ايه بدي. ايه انا نفسي ما بعرف، فسألته هالسؤال لجميل ما كان يجاوبني. اسألي انت بدك تجاوبي. شو اللي خلاك تتنطط وتزلغط؟ شوفي يا مو، انا مو اسمي جميل الحمصي؟ الك وفريق الكرامه تبع الفطبول مو حمصي؟ طبعا فريق الكرامه ربح كاس الجمهوريه، وكل الفرق الثانيه شكوا 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 شكوا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا انت ويا على دراستكم. يلا ولا هاتي بوسه تيتي. هات عند تيتي. الله معك تقبرني. نوم الهنا بابا. تاني مرة إذا بدك تخترع قصة حبك منيح. لا لا لا. أي